السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية عالية لجميع الأحرار والحرائر في هذا البلد الأمين من طنجة إلى الجويرة. تحية عالية وتحية احترام وتقدير لجميع الشرفاء والشريفات في هذا البلد الأمين من طنجة إلى الجويرة. كما أحيي وأشكر جميع القنوات الشريفة ذات الحس الوطني العالي، القنوات الإلكترونية المواطنة التي يعني ساندت ودعمت احتجاجات المدرسين والمدرسات الشرفاء الأبطال والبطلات خلال احتجاجهم بيومهم الأممي. تحية نضالية. أما بعد، ندائي هذا وملتمسي أقدمه إلى السيد وزير التربية الوطنية السيد أمزازي، مواصلة للحديث عن مظلومية ضحايا النظامين 2003-85 المرسومين الجائرين، والذين اعترفتم أنتم بمظلوميتهم، فيجب عليكم أن تنصفوا جميع ضحايا النظامين الذين توظفوا بالسلم السابع أو بالسلم الثامن، وتمتيعهم جميعهم بمضامين المرسوم جوز 19504 الذي قال وبالحرف: تمنح سنوات اعتبارية لجميع المعلمين السابقين الذين تم توظيفهم بالسلم السابع وبالسلم الثامن، فلماذا لم يستفد المتقاعدون السابقون الذين تقاعدوا ما قبل 2012 من السنوات الاعتبارية ومن إعفائهم من مضامين المادة 99 كما تم بالنسبة للمتقاعدين السابقين المتقاعدين من 2012 إلى 2015؟ سأبقى أكررها وأقولها للمرة المليون، لأن كل شيء تكرر في الذهن تقرر، كل شيء تكرر في الذهن تقرر، وسأبقى أدافع عن مظلومية جميع الضحايا الذين تم إقصاؤهم جورا وظلما وبهتانا. فجميع المتقاعدين ما قبل 2000 ما قبل 1/1/2016 تاريخ المفعول المالي والإداري الذي حدد في هذا المرسوم الذي أتى بالشؤم على ضحايا النظامين، سأبقى أرددها للمرة المليون حتى يتم إنصافنا بحول الله وبإذن الله، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فأرجو منكم سيدي الوزير السيد أمزازي المحترم أن تشرفوا بأنفسكم، و تعرفون جميع وتكشفون عن جميع المعطيات وجميع الحيثيات التي على أساسها تم حل هذا الملف حلا جزئيا، فجميع المتقاعدين الذين تم إقصاؤهم والذين تقاعدوا ما قبل 2012 المتقاعدون السابقون
فهم من حقهم أن يستفيدوا من السنوات الاعتبارية، لأن جميع قطور التربية الوطنية استفادوا من السنوات الاعتبارية، فقط المتقاعدون السابقون الذين تم إقساؤهم وهم الذين تقاعدوا ما قبل 2012. فلماذا هذا الحيف ولماذا هذا التمييز؟ والجميع يعرف أن المتقاعدين السابقين الذين تقاعدوا ما قبل 2012 لهم الحق مثلهم مثل إخوانهم المتقاعدين السابقين الذين تقاعدوا من 2012 إلى 2015. فالعهد الذي بيننا وبينكم ويجب التحكيم إليه هي البطاقة التقنية التي على أساسها تم حل هذا الملف الشائك، الذي كما صرح رئيس الحكومة أنه دام 30 سنة من الظلم، 30 سنة من التعسف، وفي آخر المطاف يتم إقصاء المتقاعدين السابقين الذين تقاعدوا ما قبل 2012 بدون حق ولا قانون. فكل من تقاعد قبل التاريخ المفعول المالي والإداري فهو لا يدخل ضمن ميزانية الدولة متمثلة في وزارتكم وزارة التربية الوطنية، بل يتكفل بهم الصندوق المغربي للتقاعد. فكيف تم تسوية ترقية المتقاعدين من 2012 إلى 2015 رغم أنهم هم الآخرون كانوا يعني مستثنون ومقصيون ولا تشمله مضامين المرسوم الجائر التراجعي الظلامي ديال جوج 19504؟ فالبطاقة التقنية كما قلت التي هي الفيصل بيننا وبينكم ماذا تقول؟ تقول وبالحرف كل المعلمين السابقين الذين توظفوا بالسلم السابع أو بالسلم الثامن إلى حدود السلم العاشر فهم ضحايا النظامين، ويعني شملهم التعسف ديال المرسومين ديال 85 و 2003 فهم يعني من ضحايا النظامين. إذن يجب أن يتمتعوا هم الآخرون بالمادة 115 التي تمنحهم السنوات الاعتبارية. فجل هؤلاء المتقاعدين السابقين الذين أقصوا عنوة وتعسفا وجورا الذين تقاعدوا ما قبل 2012، فجلهم قد استوفى الشروط النظامية من أجل الترقي، فكيف يتم إقساؤهم؟ نعطيك على سبيل المثال، كاين اللي استوفى الشرط النظامي ومنهم من هو مقيد في جدول الترقي اللي هو الشرط الأساسي من أجل الترقي في 2003، وكاين اللي مداز بالترقية الاستثنائية للسلم سعود حتى 2000، يعني أنه مشارك في الترقية بالاختيار حتى 2006. وبما أن عنده أقدمية عامة أكثر من الأول اللي عنده يعني أقدامية في السلم أكثر منه،
خدا منو الترقية ديالو للسلم العاشر، ونفس الحالة هذا اللي تلقاه في 2009 داز للتسعود الترقية الاستثنائية، 2006 2000 عفوا 2000 داز للتسعود بالترقية الاستثنائية، 2006 داز بالاختيار بقوة يعني الأقدمية العامة، واحد قدم منه في السلم ديز في 2007 في 97 وما داش دا عليه لأنه عنده أقدمية عامة، وتقاعد في 2012 يعني عنده 6 سنوات في السلم العاشر، وعطيتوه تاني سنوات الاعتبارية وداز للأونز. والناس اللي مستوفين ومتقيدين في الجدول السنوي اللي ترقي بالاختيار ما استافدوش في ظرف 12 سنة، ترقى للتاسع والعاشر والحداش، في حين كاين اللي ترقى جوج مرات وكاين اللي ترقى مرة واحدة، وكاين اللي باقيين الآن من المزاولين. ونرجعوا للمتقاعدين ما قبل 2016 ما قبل 2000 عفوا قبل 2012 اللي تقاعدوا ما قبل 2012، كاين اللي تقاعدوا قبل من 2007، دوزوا فقط المتقاعدين اللي عندهم حد السن والمتقاعدين اللي عندهم التقاعد النسبي، لحوهم كركبوهم على الدروج، في حين تنوجدوا ان من 2012 الى 2015 وراهم نفس الفئه، هذوك ديال 2012 الى 2015، والناس اللي قسيتو من 2012 ما قبل وراهم كلهم تيتسموا متقاعدون سابقون، كلهم خاصهم يدوزوا ولا كلهم ما خاصهمش يدوزوا، لان ما تتشملهمش مضامين المرسون ديال جوج 19 504. راه هذا هو التخلويض اللي تيبان لينا، هذا هو التخلويض، هذا هو علاش بنادم تيتأجج، هذا الشيء علاش بنادم واخا يكون ما عمره هضر تيهضر. حنا راه من 96 حكومات التناوب ما بقيناش تندخلوا هاد الشيء ديال السياسه، ومابقاش معمرين لينا راسنا به، لانه ولا تحصيل حاصل. انا لولا هذا الظلم اللي تنشوف فيه وبان الحق ديالي تيتاخد مني قدام عينيا ما نهضرش، انا ما يجيش واحد ياكل الشوك بفمي انا، ولكن تنشوف انا الجور الظلم ومين يجي الواحد يبغي يهضر على حقه تفرشخوه شوارع الرباط. الاستاذ راه عنده هيبه وعنده الكرامه ديالو، خاصكم تحافظوا عليها في المجتمع، في المجتمعات المتقدمه الاستاذ عنده الهيبه ديالو وعنده القيمه ديالو في المجتمع، لان رجل التعليم هو الرافعه، هو الدعامه القويه للتعليم، والتعليم هو الدعامه الاساسيه والدعامه لجميع المجتمعات اللي هي الان في مسار في الدول المتقدمه. اذا يا استاذ سيدي الوزير المحترم، ارجوك ثم ارجوك ان تعود لكي تسهر بنفسك وتشوف هذاك الشيء، هذاك الملفات ديال هذيك الناس، وغادي تكتشف شحال ديال الظلم كما اكتشفه السيد الوفا الله يذكره بخير، ومين قال بان الكلمه ديالو المشهوره تحراميات وبقت خالده له في التاريخ. وارجو ان تنصف هاد الشيوخ وهاد الناس اللي مظلومين ما قبل 2012، راه العديد منهم العديد ستكتشف بانه اصحاب حق، وخذوه منهم هكاك ظلما وجورا.
وجميع الناس اللي سايرين اللي خدامين في الموارد البشريه، وكنا تنعرفوهم من كانوا في رؤساء مصالح الان راه تيديروا مديرين في مديريات، تعرفوا مزيان هذا الملف ديال الابتدائي بصفتكم انكم كنتم صايرين على التعليم العمومي، انكم التعليم العمومي تتعرفوه كامل تقريبا، ولكن التعليم الابتدائي تعرفوا هذوك اللي في الدالز، هذوك اللي تما هما اللي عارفين هذه المشاكل، هما اللي عارفين هذه الملفات ديال الناس اللي مظلومين. وتحيه نضاليه لجميع الشرفاء والشريفات المخلصين والمخلصات في هذا الوطن الغالي والعزيز من طنجة إلى القويرة، لجميع الشرفاء والشريفات اللي تيساندوا وتيدعموا الناس جميع المظلومين وجميع المغبونين وتيساعدوهم باش ياخذوا الحق ديالهم. تنحييهم من هذا المنبر وتنعطيهم علامة النصر. ولا أريد أن أقول الذل والعار والهوان لكل من يريد أن يضعف الناس الشرفاء الذين يدافعون عن حقهم فقط ويريدون أن يحاربوا الناس الشرفاء، الناس الذين يدافعون فقط عن حقهم المشروع. ولن أطيل عليكم، ولنا عودة في فيديو آخر. أغلبية تيتسائلوا تيقولوا السيد راه تيهضر بزاف وتيدير بزاف، ربما الظروف اللي دزت منها واللي يعني كنت فيها تاحت لي الفرصة فاش نكون فيها، لأن أنا ما بقيتش غير في التعليم العمومي، من حيت من التعليم العمومي جربت بزاف ديال القطاعات الأخرى، كان عندي دي كونتاكت، كانت عندي تكوينات في ميادين أخرى، وصارت عندي راكمة خبرات كبيرة كثيرة كثيرة، لأنهم تيجيو هادشي غريب، لأنهم كاين الأغلبية اللي القسم بقى في القسم تشد لانتريد ديالو. فعندما تخرج إلى الواقع، تخرج إلى الواقع لما كانش عندك الكفاءة ما تقدرش تستمر في هذه الحياة. وسأتحدث لكم عن أشياء ربما أتقاسم معكم بعض من التجارب اللي خدتها، سواء في القطاع العمومي، سواء في العمل خارج المغرب، سواء في الاشتغال في كازا في الليل. كانوا تكون انتم ناعسين، حنا كنا تنشتغلوا بالليل في شوارع كازا الباردة في جميع القطاعات، والحمد لله استطعنا باش نقروا ولادنا وياخذوا مناصب الحمد لله، وصوفيناهم كاملين. وتحية نضالية لكل الناس اللي كانوا تيقدموا لنا السند والمساعدة، لأن المكانة ديال الأستاذ وجربتها أنا، كل شيء المجتمع أي واحد تعرفك أستاذ كان تيحتارمك، كان تيحتارمون المكان. الأستاذ عنده مكانة وعنده كرامة في الجميع، كله يحترمونه، كان الكل يحترمونه هنا في المغرب. أستاذ المجتمع في المغربي يعني يقدر رجل التعليم. وتحية نضالية عالية لجميع الشرفاء والشريفات في هذا البلد الأمين، وتحية نضالية عالية للجميع، واحتراماتي للسيد الوزير التربية الوطنية السيد أنزازي المحترم، وتحية نضالية الله يدير لي فيها الخير.